إن شاء الله بتشا سورة الكهف إن شاء الله، هذه جمعة مباركة إن شاء الله. كي إن شاء الله ملا سورة الكهف إن شاء الله. أوكي إن شاء الله بتشا سورة الكهف. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا السلام شيخ. ورحمة الله. الحمد لله داتين، الحمد لله. Sudah balik dari sembahyang subuh. Yes. Ya نعم، الحمد لله حبيب صلاة صبح، الحمد لله. Okay, so kita bersama Syekh Amru daripada Mansura untuk membaca surah Al-Kahf bersama kita pada pagi Jumaat ini, juga hari ini suku Syakban. So Syekh, banyak-banyak doa. Doa dimakbulkan insya-Allah. Ya, nanti Syekh mulakan dengan doa, lepas tu akan terus baca surah Al-Kahf, lepas tu ada Asma Husna. Lepas tu kalau Syekh mau bagi tazkirah ke apa ke, KB Khairul Bariah ada untuk tolong translatekan. Ya. Okey, yang kita yang ada ni, kita bolehlah membuka Al-Quran dan membaca bersama ataupun melihat Al-Quran dan mendengar sahaja Syekh Amru membaca. Sebabnya orang mendengar dengan orang membaca insya-Allah sama pahalanya. So Syekh, saya serahkan majlis kepada Syekh sekarang untuk mulakan dengan doa yang ringkas, yang pendek. Tawil, not tawil, kasir doa. Yes, 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 insya-Allah. Bukan tawil, tawil panjang. Okey, silakan Syekh. خير البرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أوكي. سورة الكهف، فضائل سورة الكهف يوم الجمعة. أوكي. فضائل سورة الكهف يوم الجمعة. وردت أحاديث كثيرة في فضل سورة الكهف يوم الجمعة، منها حديث أن من حفظ 10 آيات، أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدجال يوم القيامة. من قرأ 10 آيات أو من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال أو من فتنة المسيح الدجال يوم القيامة. وكذلك أيضا أنه من قرأها، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين، أي أضاء الله نورا ما بين الجمعتين. أوكي. وفي سورة، وقت قراءة سورة الكهف، الوقت التي يحبب فيه قراءة سورة الكهف، عن وقت قراءة سورة الكهف ذكر العلماء أنها تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس وتنتهي غروب شمس يوم الجمعة. فهم خير البرية؟ Explain. Bukan untuk you, untuk kita orang semua nak faham apa yang Syekh bagi tahu. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertamanya, Syekh menerangkan tentang kelebihan baca surah Al-Kahfi. Terdapat banyak hadis yang menerangkan surah, kelebihan surah Al-Kahfi ini. Okay. Yang pertama hadis, sesiapa yang membaca atau menghafaz awal dan akhir surah Al-Kahfi, 10 ayat awal dan akhir, insyaAllah terselamat daripada fitnah Dajjal pada hari kiamat kelak. Kemudian, baca Al-Kahfi hari Jumaat ni waktu yang ditetapkan oleh ulama' yang diperbincangkan pada hari Jumaat ataupun malam Khamis itu, iaitu malam Jumaat. Waktu dia bermula pada hari Khamis tenggelamnya matahari sehingga hari Jumaat tenggelamnya matahari hari Jumaat. Ya Allah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Yes.
Alhamdulillah. Okey, insya-Allah nakra surah Al-Kahfi, okey. Ya, silakan Syekh. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن
يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشد هما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم فيرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر الخالق البارئ البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين
الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المقدم المؤخر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع المانع الضار النافع النور النور الهادي البديع البديع الباقي الوارث الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا من أمراضنا وعافنا في أجسادنا وعافنا في أجسادنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين عامة واشف أخانا طارق حكيم ابن السجدي اللهم اشف طارق حكيم بن السجدي يا رب العالمين اللهم اشف أخانا طارق حكيم يا رب العالمين اللهم اشفه من أمراضه اللهم بارك له في عمره وارزقنا وإياه البطالة الصالحة يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين عامة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين عامة واشف أخانا طارق حكيم خاصة اللهم اشفه من أمراضه يا رب العالمين اللهم بارك لذاتنا رجاء والقائمين ولإخواننا العاملين في مركز هذا يا رب العالمين مركز القراءات يا رب العالمين اللهم بارك لها ولنا يا رب العالمين وبارك لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب العالمين اللهم ارزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم اشفنا واشف أمراضنا اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين
اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترفع هذا البلاء والوباء عنا وعن بلادنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا كل ذنوبنا. اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا كل ذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا غافر الذنب اغفر لنا. يا غافر الذنب اغفر لنا. يا غافر الذنب اغفر لنا. يا قابل التوب تب علينا. يا قابل التوب تب علينا. يا شديد العقاب لا تعذبنا. يا شديد العقاب لا تعذبنا. يا شديد العقاب لا تعذبنا. يا ذا الطول أنعم علينا. يا ذا الطول أنعم علينا. اللهم تقبل منا يا ربنا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا يا ربنا تلاوة القرآن. اللهم تقبل منا يا ربنا جميع الأعمال الصالحة يا رب العالمين. اللهم بارك لذاتنا رجاء فإنها كانت سببا في هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لها ولطلابها وللقائمين على هذا العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اجعله في ميزان حسناتها يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة النبيين واحشرنا في زمرة النبي محمد أجمعين. اللهم اسقنا من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه الأيام المباركات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أحوالنا في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. 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 ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا من أمراضنا وعافنا في أجسادنا وعافنا في أبداننا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء على مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء على مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء على مرضانا ومرضى المسلمين. وعدتنا يا ربنا بالدعاء أمرتنا يا ربنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة اللهم استجب لنا واغفر لنا خطيئاتنا وتقبل صلاتنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا برحمتك يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ذا الجود والإحسان والإكرام يا الله. اللهم اشف هذا اللهم اشف أخانا طارق بن حكيم يا رب العالمين. اللهم اشف أخانا طارق حكيم يا رب العالمين. اللهم بارك له في عمره واشفه في أمراضه من جسده يا رب العالمين. اللهم اشفه من جميع أمراضه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياه حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. جزاك الله خير شيخ. الحمد لله وإياكم ذات رجاء. بارك الله لك وفي أهلك وفي أزواجك وفي ذريتك يا رب العالمين. فإن ذاتين رجاء كانت سببا في هذا البرنامج وفي تلاوة القرآن الدائمة المستمرة يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لها وأن يبارك في طلابها وأن يرحمنا وإياها ببركة القرآن الكريم وببركة الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخانا طارق حكيم يا رب العالمين. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. وأسأل الله العظيم في هذه الأيام المباركة أيام النفحات الذي أمرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فإن هذه الأيام مستجابة الدعوة. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Khairul, nak translate tak sikit yang Syekh kata hari ini adalah hari yang kita punya doa semua mustajab semua tu. Ada lagi yang dia cakap? Tak ada apa dah, cuma cakap terima kasih, syukur kerana Aunty telah menganjurkan program ni bacaan tilawah Al-Quran. Sebenarnya semoga Allah berkati. Dan itulah ada hajat itu untuk saudara kita Farid Hakim yang kurang sihat juga termasuk dalam itu. Okey. Moga diberkati. Syukran Syekh. Syukran jazilan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Okey, dengan ini berakhirlah kelas bacaan Al-Kahf
untuk hari Jumaat ini yang penuh keberkatan, dan insyaAllah jika kita berdoa sehingga sebelum maghrib nanti, insyaAllah doa-doa kita diangkat dan dikabulkan oleh Allah. Okay, thank you, Cik. Okay, alhamdulillah. Okay, assalamualaikum.